220 لحد 3 اكس 430 كل ده 300 جنيه بطرحته ما 300 جنيه لحد 4 اكس ب 350 لا معانا 220 جنيه يا جماعه حرير 5 اكس ب 300 جنيه في ملحفه ترند بالبيزك ب 350 جنيه 190 جنيه كم البومبيك 390 جنيه لحد على 220 جنيه 410 لحد الملحفه الترند دي ب 300 ده يا جماعه على 300 جنيه لحد 90 جنيه النهارده على 220 على 300 جنيه النهارده يا جماعه دي النهارده معانا برده بصوا كل ده النهارده 390 جنيه ملحفه بليسيه يا جماعه 390 جنيه لحد 4 220 جنيه 4 اكس النهارده ب 300 جنيه لحد بصوا فرحه العمر ده البرد 4 اكس 350 ب 300 جنيه النهارده 390 جنيه لحد كتير جدا شغل الترندات والاونلاين والحاجات اللي بتبقى ترند بتشوفها على البلوجر والناس دي بتلاقوها نازله عندنا هنا بعروض حلوه قوي حاجات اللوكس اصلا اللي لسه موجوده هنا طول ما انتم ماشيين ميزه في المكان انه بيشحن لكم كمان بالقطعه لاي مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ازيك يا عمر 20 جنيه على طول كده 220 جنيه استنى لنا بقى الجمال ده مقاسات لحد كام؟ لحد يعني مكتوب عليها 5 اكس تعادل 3 اكس في المكان افرد لنا الكم ناخد سكرين قلنا ب 290 220 سوري ده انا هعلي عليكم 220 لحد 3 اكس تقريبا لحد 3 اكس تمام 220 جنيه دي حوالي 6 موديلات اهو 6 موديلات هنشوفهم كلهم على 220 طب موديل موديل يا عمر يعني اي عبايه من دول على 220 جنيه لحد 3 اكس اللي هي تلبس ايه 95 كيلو 90 95 عامله معانا 220 جنيه وكل ده حرير يا جماعه مطرز تمام تسلم ايديك دي خامتها كريب كريب ولا حرير؟ لا كريب بس اللي مسكتها الاولانيه ايه؟ وده كريب وده كريب برضه بس كريب عامل زي الحرير بالظبط كريب مش ده كريبات يا جماعه بس كريب ناعم ملمس ناعم الحرير قوي تمام بص كده بص برضه كل ده النهارده على 220 جنيه وشحن بالقطعه كمان تمام بص التطريز حلو قوي قوي الحاجات دي اخر حاجه كل ده النهارده على 220 كمان اسبوعين هتبقى احتمال تبقى 250 تمام كمان اسبوعين نلحقوا يشحنوا بقى يا جماعه نفس السعر ولا ايه؟ الكم اللي هو الملسع ده نفس السعر؟ نفس السعر الجمال ده ده الكم اللي هو الملسع يا جماعه وكل ده معانا النهارده على 220 جنيه لحد 3 اكس يتلبس ايه 90 95 بصوا ايه الجمال ده؟ استنى لنا بس استنى بصوا يا جماعه بصوا 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 التفاصيل بصوا حلو قوي الجوبير بصوا الشكل ادينا وشها معلش تاني يا عمر كل ده النهارده على 250 جنيه يجيب 3 220 انا عايزه اغلي عليكم النهارده فاعذروني طب استنى لي ما خدتش سكرين عليها معلش هتالي بصوا يا جماعه كل ده النهارده على 220 جنيه تلبيس 90 كيلو 95 تسلم ايديك تمام 220 معانا ايه تاني؟ ده عرض ال 300 جنيه بقى ده 300 جنيه حلو قوي ايه الجمال ده؟ استنى لي بس لحد 5 اكس ده حرير بقى حرير ده حرير يا جماعه لحد 5 اكس ب 300 جنيه النهارده ده وش وظهر كل ده النهارده يا جماعه على 300 جنيه لحد 5 اكس تمام ده حرير لحد 5 اكس ب 300 جنيه انا كل قطعه بقعد اعد لكم عليها السعر ايه الشياكه دي؟ استنى لي بس كده بصوا ده حرير برده يا جماعه وبرده براندات مش شغل شعبي لا حلو قوي وبصوا تطريز برده من الجناب زي ما انتم شايفين وكل ده النهارده بكام 300 جنيه استنى لي اخد سكرين قبل ما تشيل كل ده النهارده يا جماعه ب 300 جنيه لحد 5 اكس حرير تسلم ايدك تمام بصوا الحرير دي برده على 300 جنيه لحد 5 اكس بصوا الكم عامل ازاي يا جماعه بصوا 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 التفاصيل الشياكه دي كلها النهارده حرير ب 300 جنيه لحد 5 اكس ركزوا معايا في المقاسات والاسعار برده نفس السعر كل ده عرض ال 300 بس بفك لكم تشوفوا واقعد اقنار كده من هنا وكل ده النهارده حرير ل 5 اكس ب 300 جنيه تسلم ايدك دي بقى الهاف ملحفه دي اللي هي نص ملحفه حرير بصوا حلو قوي قوي تحفه والنص ملحفه النهارده بكام 300 جنيه دي نص ملحفه حرير على 300 جنيه النهارده يا جماعه هي بتبقى وان سايز بس مقاسه برضه يجيب ايه اللي هو 3 4 اكس يا جماعه بصوا بصوا الجمال طب والله العظيم النهارده قلت لي هنعمل عرض بوم بس ما اعرفش الاسعار كده يعني 220 جنيه عبايه خروج 300 دلوقتي سعرها بصوا ده حرير يا جماعه كل ده شغل حرير النهارده ب 300 جنيه لحد 5 اكس تسلم ايدك تمام دي الملحفه اللي هي الترند حلو قوي دي بتبقى 750 جنيه في الاعلانات المموله بتعدي عليكم على الفيسبوك بصوا 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 كام النهارده 300 جنيه الملحفه الترند دي ب 300 جنيه النهارده يا جماعه بطرحتها كل ده النهارده على 300 جنيه بطرحتها ملحفه حلو قوي قوي تسلم ايديك كل ده الشغل الجديد بص 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 دي حرير الوان 300 يا عمر 300 جنيه بصوا ده حرير الوان على 300 جنيه النهارده يا جماعه لحد 5 اكس صح ولا لحد كام لحد 5 اكس على 300 جنيه حرير الوان في الوان منها ولا اللون ده بس تقريبا اللون ده اللون ده بس تمام حلو قوي دي برضه دي شغل عرايس
في منها الوان 300 جنيه. لا لون واحد برضو، لون واحد اللي هو السيمون ده يا جماعه، ودي تنفع برضو لصباحيه والعرايس واستقبال على 300 جنيه لحد 5 اكس شغل وش وظهر حرير ب 300 جنيه. تسلم ايديك. تمام، حلو قوي. جينا بقى لشغل الخروج كله، وده مقاسات ولا مقاس واحد؟ ده وان سايز. وان سايز اللي هو يلبس ايه؟ 2 اكس لحد 4 اكس. لحد 4 اكس؟ لا ده 4 اكس يا جماعه. بص من جوه البيزك تحفه ومحمل حلو قوي، واللي فوق 50 جنيه حلو قوي قوي. بصوا استنوا لنا بقى، هات لنا كده. طب تجي لنا سنه بعيد على ممكن كده تبان. كل ده يا جماعه لحد 4 اكس 350 جنيه. البيزك بالجاردن في منه اشكال كتير على 350، اكتر من 30 رسمه. بصوا يا جماعه كل ده معانا لحد 4 اكس على 350 جنيه. تمام، تسلم ايديك. سكرينات بقى يا جماعه، الناس اللي ما بتلاقيش مقاسات كبيره، كل ده ال 4 اكس ب 350 جنيه النهارده. تمام، احنا جايبه لكم بس عينه. بصوا اهي كل دي رسومات ليهم، حلو قوي قوي. تسلم ايديك. ده اللي هو العرباوي الجديد يا جماعه، والبيزك بتاعها كمان سي واي، هي كلها سي واي، وتلبسها يجيب 2 اكس. كام معانا دي؟ 350. خلي وشه ليه ياخد سكرين بس عليه. ده اللي هو طقم عرباوي كامل يا جماعه، بيزك بالجاردن ب 350 جنيه، كله سي واي. تمام، جينا العرض تاني بقى اللي هو 390. ايه الجمال ده؟ 390. دي ستان ولا ايه؟ ده ستان حلو قوي، ستان في حرير على 390 جنيه. ده حلو مقاسات لحد 4 حلو قوي قوي قوي. لا افرد معايا الكم كده. بصوا يا جماعه الشياكه دي، افرد الكم كده معانا. كل ده النهارده ال 4 اكس عامل 390 جنيه، ستان في حرير حلو قوي. كم شكل واحد ولا في اشكال؟ لا هو في يعني نفس الرسمه بس الوان ثانيه. الوان ثانيه تمام، حلو قوي. دي برضه اللي معروفه بقى، بقى لها كتير. اه تحفه دي برضه، بيضه بالحرير. بص بصوا الجمال، 390 جنيه. كل ده النهارده، ده النهارده ب 390 جنيه لحد 4 اكس. وصلت عدت ال 550 دلوقتي، عدت ال 550 عندنا احنا ب 390 لحد 5 اكس. تمام، هي مطرزه ورا وقدام صح يا عمر؟ اه الكم ورا وقدام، الكم ورا وقدام، انما الظهر الوش قدام بس. ودي برده معروفه وترند وكانت عامله ضجه قوي دي، ودي السلطان يعني حاجه محترمه بجد، بيعمل شغل حلو قوي قوي. بصوا الجمال، والكم كمان مقفول من هنا معصم. ودي النهارده كام برده؟ 390 جنيه لحد 5 اكس يا جماعه، دي حرير السلطان. تمام، تسلم ايديك، حلو قوي. دي جاكار في حرير. جاكار في حرير، قربي كده عشان تجيب الشغل الاستراس. بص بص انا عايز اقول لكم بقى، في جوبير هنا، في استراس هنا، الشغل حلو قوي قوي. وهنا جوبير من على الكم، وكل ده النهارده على 390 جنيه لحد 4 و5 اكس، كل المقاسات موجوده معانا. تسلم ايديك. بص بصوا الجمال، 390 جنيه يا جماعه حرير، مناسبات تمشي. حاجه شياكه كده شغل. بصوا بصوا الكم، انا عايزه بس كنت نفسي اوريكم الكم، ثانيه واحده معايا. بصوا يا جماعه بصوا الكم، بصوا الجمال حلو قوي. كل ده النهارده حاجات مش اللي هي بتقع ولا غسله. لا لا افرد لنا كده يا عمر. كل ده النهارده يا جماعه 390 جنيه لحد 5 اكس، الشغل عظمه. بصوا الجمال عجباني قوي، دي لحد 6 اكس ب 390. تمام، عندنا شحن بالقطعه يا جماعه، اللي عايز يشحن بالقطعه تشحن له. وعايز اقول لكم وعامل لكم عروض على الترندات، موجوده في اللوكس لحد دلوقتي ب 650 جنيه. يعني هي موجوده عندكم لسه في اللوكس ل 650. بصوا من تحت هنا ب 390. بصوا 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 الجمال، بصوا الجلابيه، كل ده النهارده معانا على 350. افرد لي الكم ياخد سكرين. 390، ركز معايا في الاسعار. بصوا كل ده معايا النهارده على 390 جنيه، شغل لوكس حرير. تسلم ايديك. تمام، انا بس بثبت لكم على شكل عبايه عشان لو عايزين تاخدوا سكرين كويس. ده الفيكرو. اه ده اللي هو الفاكروم او الفيكرو. كل ده النهارده يا جماعه معانا تمام ب 390 جنيه لحد 5 اكس. تسلم ايديك. تمام، بصوا الجمال ده برده حلو قوي، ودي مقاساتها كبيره حساها. دي خمسه كمان، دي خمسه، دي كده معانا لحد 5 اكس، عامله معانا 390 جنيه. الشغل وش وظهر على 390 لحد 5 اكس، ركزوا معانا. والخمسه ده يجيب فوق ال 100 يا عمر، يعدي ال 100. دي تعتبر سيمبل قوي، الشغل بس في الكم هنا وفي الظهر كمان، وكل ده حرير معانا لحد 5 اكس ب 390، شكلها حلو قوي. تسلم ايديك. كل ده احنا لسه في عرض ال 390. في حاجه اللي هي السيمبل البنات ده، دي اللي هي بيقولوا عليها كويتي. ايوه اللي هي بتبقى واسعه على تحت، واسعه قوي يا جماعه، دي كويتي. بس دي واخده من هنا بقى، بصوا مقفوله كده، شغلها حلو قوي. الشغل ده كله قطيفه، اللي هو الاسود ده قطيفه، وعلى الظهر كمان. بصوا كده معانا اه قصر على الظهر حلو قوي. كل ده معانا النهارده على 390 جنيه، عبايه كويتي يا جماعه الجديده. تسلم ايديك. الشغل كمان الجديد عامل لكم عليه حرق واسعار. حاجه زي كده برده، زي كده الكم بطيخه، بطيخه اه اللي هو البومبيه يا جماعه العالي ده، وده الكم البومبيه برده. افرد لي الكم الثاني معايا كده يا عمر.
كل ده النهارده على 390 جنيه. كم البومبي الجديد حرير برضو ولا كريب؟ لا ده حرير. ده حرير تمام. تسلم ايديك. برضو الوان الكم بتتغير. اه في منه لونين. استنى لي بقى اللي جاي ده. بصوا 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 الجمال. انا بس بقرب لكم ما الاقي شغل في الكم حرام نظلمه وما يبانش. بصوا الجمال. بصوا بصوا حاجه كده عظمه. كان معانا النهارده دي النهارده حرير يا جماعه على 390 جنيه لحد 5 اكس. ده السلطان. السلطان على طول مقاساته ال 5 اكس. يعني شغل جديد دي يا جماعه زي ما بنقول حي. مش حاجات محروقه او موديلات قديمه. بصوا دي قريشه. بصوا القريشه حلو قوي قوي. استنى لنا بس كده. دي النهارده برده ب 390 جنيه قريشه يا جماعه لحد 5 اكس. حلو قوي. في السوق ب 650. انا عارفه ان القريشه غاليه. تمام. النهارده ب 390 جنيه. بص الشغل من هنا حلو قوي قوي. تسلم ايدك. تمام. جينا في عرض جديد بقى. ده عرض كام؟ ده 400 جنيه. اه دي بليسيه كلها بليسي. ملحفه بليسيه يا جماعه. 600 جنيه و650 من بره اهي. النهارده ب 400 جنيه. ملحفه بليسيه يا جماعه ب 400 جنيه. الشغل ده كله لوكس مكسور سعره مش شعبي. وكل ده النهارده ملحفه بليسيه على 400 جنيه. تسلم ايديك. تمام. كده برضه تطريزه من فوق. دي التطريزه انا بس عايزين نوسع عشان تبان معانا. بصوا 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 الجمال. لا ده واخده جوبير من هنا. بصوا الجمال حلو قوي قوي قوي. والكم كمان اللي هو الواسع الخليجي. ودي النهارده معانا برضه حرير على 400 جنيه. تطريز وش وظهر يا جماعه ب 400 جنيه. تسلم ايدك. تمام. بصوا ده برضه عايز اقول لك الموديل ده شغال على طول. لا مستمر وشغال. حلو قوي قوي ده. بص تحفه. كام معانا ده؟ 400 جنيه. دي كريبات لحد كام اكس طيب؟ لحد 5 اكس. دي لحد 5 اكس. ايوه افرد لنا. كل ده معانا ال 5 اكس ب 400 جنيه. تسلم ايديك. برضو الوان متاحه. كل الالوان متاحه. الوانها كلها موجوده. تمام. ايه الجمال ده؟ حاجه زي كده برضو كريبات. دي كريبات يا جماعه. دي دريستات كريب بس تحفه. لكام اكس دي؟ دي في منها لحد 4 اكس. عامله كام؟ 400 جنيه برضو. دي برضو ب 400 جنيه لحد 4 اكس. ده كريب يا جماعه. دريس كريب. وده برضو كريب. اه ده مركب بقى. بصوا ده اللي هو البراندات. بص البراند تحت بيبقى عامل ازاي. فرحه العمر. اه بصوا فرحه العمر ده البراند بتاعه. قلنا ده كله ب 400 وكام؟ 400 جنيه. 400 جنيه يا جماعه. تمام. بصوا الله تحفه. ده واخد كلوش من تحت يا جماعه. واخد بليسيه كده قصر. وكل ده النهارده معانا على 400 جنيه لحد 4 اكس. تسلم ايديك. تمام. شغل الالوان معظمه لحد 4 اكس. دي بقى عبايه اسيا فاشون. دعبايه شيك فاشو حاجه كده. قمر 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 سيمبل يا جماعه بكباسين من هنا. الخامه عامله زي قطرات الندى. حلو قوي قوي. ومن ورا بص بص القصر من ورا. انا عايزه اجيبها لكم كلها تحفه تحفه. دي برده النهارده ادينا وشها. كل ده معانا النهارده على 400 جنيه. شغل الاونلاين والترندات يا جماعه النهارده بيتباع ب 400 جنيه. قطعي كمان. تسلم ايدك. تمام. بقى زيها برضو بس ساده خالص. ما فيهاش الكسر في الظهر. دي اللي هي برضو الكويتشي. الكويتشي بيبقى نازل على واسع قوي يا جماعه من تحت وساده سيمبل كلها. وبصوا الجمال. كل ده معانا النهارده عبايات كويتشي على 400 جنيه حرير اصلي يا جماعه تحفه. تسلم ايدك. تمام. بس دول ما فيهمش طرح. لا. تمام. في حاجات بطرح وحاجات لا. ودي برضو حلوه قوي. 400 جنيه. ده الشغل كله يعتبر في الكم هنا يا جماعه الوسع بتاعه. بصوا كل ده النهارده معانا على 400 جنيه وبس يا جماعه. وشحن بالقطعه. حلو قوي لحد 5 اكس ولا ايه؟ لحد 5 اكس. دي زي القمر دي. تمام. تسلم ايدك. معانا برده حاجه زي كده. ده 410. جينا على عرض تاني 410. هو الفرق بين العروض بسيط بس الموديلات شياكه. يعني تاخدوا عبايه لوكس زي كده على 410 وشحن بالقطعه تحفه. افرد لي الكم بس اخد سكرين. كل ده النهارده يا جماعه معانا على 410 وشحن بالقطعه كل المحافظات. المقاسات لحد كام؟ 5. لحد 5. السلطان 5 على طول. السلطان بيعمل عروض حلوه قوي. حاجات بنات زي كده. واو واو ايه الجمال ده. بصوا بصوا الاستراس بالطول. لا ودي يا جماعه كريشه. كريشه والاسترس بالطول لحد الاخر. ده شغل عرايس كله. وكل ده النهارده معانا على 410 لحد 5 اكس. تسلم ايديك. الوان ولا اللون ده؟ لا الوان كتير. الوان كتير. تمام. دي حرير برده. واخده برضو شريط زي قطن بيلمع كده في استرس ولا ايه. حلو قوي بكسر فاتحه من هنا مع رضاها. الصور بتاعتها على التليجرام. اه التليجرام هسيبه لكم في اول تعليق ان شاء الله عشان تشوفوا الشغل ورا وقدام. بصوا الجمال. كل ده ب 410 يا جماعه. كل الشغل اللوكس الحرير ده النهارده على 410 لحد 5 اكس. تمام. دي جديده قوي دي. اول مره نشوفها التطريزه دي. لا ومعاها طرحته يا جماعه. بصوا الكم. لا وتطريزه الكم تقيله حاجه محمله. لحد كام اكس؟ 5 ولا كام؟ انا شايفه دي 3. ليلاتي. ليلاتي بتنزل ب 650. يعني ليلاتي اصلا اعدل لنا بس مسكناه الكم عدل يتفرد.
دي اصلا نازله ب 650 النهارده، ياخدوها ب 410 بدل 650 وشحن بالقطعه حرير. يا جماعه الديزل عامل لكم عروض حلوه قوي قوي. ايه الجمال ده؟ والله تحفه تحفه. تقليمه والحته اللي تحت دي حرير دي ولا ايه؟ لا ده زبده بزك زبده بس شكله حلو. ومقاساتها ايه لحد كام؟ لا دي 1 سايز، مقاساتها كبيره تلاقي زي اي مقاس. بصوا بصوا الملحفه افرض قصادي كده يا عمر، دي عامله كام معانا بالبيزك؟ 410. دي ملحفه ترند بالبيزك ب 410، رزق اللي يلحقها. الوانها متاحه ومعاها طرحه كمان. الوانها متاحه ولا ايه؟ لا اللون واحد. لون واحد تمام. بصوا اللي جاي بقى، انا عايزه اقول لكم كل ما نبدا ندخل في العرض بتشوفوا تحف والله العظيم. ايه الجمال ده؟ تعال لنا كده شويه يا عمر بعد اذنك. دي النهارده حرير، افرد لنا الكم. بصوا دي حرير ترند يا جماعه ل 420 جنيه بكلوش. بصوا الجمال، بصوا بصوا بصوا، انا عايزاك تفردها لنا كده يا عمر. بصوا الجمال، كل ده النهارده معانا على 420. شغل الترندات كله يا جماعه النهارده ب 420 وبس عند الديزل. تسلم ايدك، حلو قوي قوي. تمام. بصوا ده برضو ده بشداد، مقاسات لخمسه برضو صح؟ خمسه لاني ده السلطان وده 2 اكس منه. شغل بس من هنا حلو قوي قوي ومن تحت، وكل ده النهارده معانا على 420 لحد 5 اكس. وده شغل السلطان يا جماعه، للي عارفه براند مشهور ومعروف جدا. تسلم ايدك. تمام. ده بقى 430 حاجات جاكار. دي جاكارات بقى يا جماعه، برده مقاسات كبيره، في كبير لحد 5 اكس. لحد 5 اكس حلو قوي قوي. انا بس بوسع لكم الحزام، وده كله جاكار، جاكارات ل 5 اكس على 400 وكام؟ 430 جنيه شغل الجاكار يا جماعه. تسلم ايدك. تمام. في بقى رسومات كتيره بقى زي كده، ورينا منه قربها عشان منه. بص انا بوريكم بس التفاصيل، كل ده معانا جاكار على 430 جنيه لحد 5 اكس. تسلم ايديك. تمام. كل رسمه مختلفه عن الثانيه. كل 400 وكام؟ 430. ركز معانا، كل ده النهارده على 430 جنيه جاكار يا جماعه. انا بوريكم بس اشكال موديلات، بس الخامه كلها واحده وكله لحد 5 اكس. افرد معاه برضو تشوفوا. بصوا بصوا، كل ده النهارده على 430 جنيه لحد 5 اكس يا جماعه. الجاكار العبايه كلها جاكار، وش وظهر. عندنا شحن بالقطعه، وعندنا برضو اسعار خاصه للجمله والكميات. كام النهارده؟ استنى لنا بس دي لازم بصوا 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 بصوا، دوار كلها دوار ومن تحت دوار. افرد لي الكم معلش تاني يا عمر. 430؟ 430. كل ده النهارده معانا على 430 جنيه شغل الادوار كله يا جماعه. تنفع معانا دريس خروج اصلا؟ خلي وشها ليه عدل يا عمر. كل ده معانا النهارده على 430 جنيه لحد 5 اكس. تسلم ايديك. تنفع افراح قوي ومناسبات، تبقى حلو قوي برضه. ايه الجمال ده؟ دي فاكرو يا جماعه، ومن تحت واخده كلوش عشان تبان معانا. بصوا حلو قوي قوي قوي، تحفه. كام دي معانا النهارده؟ 430 برضه، بس حلو قوي قوي. تعالى لي كده بس يا عمر. بصوا الجمال، لا افرد معايا الكم عادي. بصوا الجمال ده كله على 430 جنيه يا جماعه، خامه فاكرو لحد 5 اكس بالطرحه بتاعتها. تسلم ايديك. بصوا دي برضه، دي حرير في ايه؟ في فاكرو؟ صح كده؟ في النص. تمام. جنبين حلو قوي قوي. ودي كام برضه معانا؟ 430 جنيه. دي برضه النهارده معانا على 430 لحد 5 اكس. تمام. تسلم ايديك. معانا برضه دي ملحفه. لا وتطرزها اسود في اسود، في الوان ولا هي اسود؟ في منها الوان، في منها تطرز اسود. عامله كام الملحفه؟ 430 جنيه. ملحفه حرير ب 430 جنيه، تطرز وش وظهر. تمام، تعبتك معايا. شكرا جدا على الفيديو ده. النهارده كنا فين؟ عند ديزل، العنوان بالتفصيل. هنزل لكم اتصور حالا، هسيب لكم كمان لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. عايز اقول لكم ان في شغل كتير جدا، شغل الترندات والاونلاين والحاجات اللي بتبقى ترند بتشوفوها على البلوجر والناس دي، بتلاقوها نازله عندنا هنا بعروض حلوه قوي. دي كان معانا النهارده؟ لا دي غاليه شويه. كام يعني؟ 480. انا عايز اقول لكم في تشكيل حلو قوي، اللي هي الحاجات اللوكس اصلا اللي لسه ما اتكسرش سعرها، تلاقوها موجوده هنا طول ما انتم ماشيين. بصوا الاشكال، انا بس جبت لكم العروض اللي عليها. ايه الجمال ده؟ كام دي معانا النهارده؟ 450. دي النهارده على 450 قطعتين بالبيزك يا جماعه، والوانها دي حاجه تمام، حلو قوي قوي. تسلم ايدك. تمام، والوانها كلها متاحه. في شغل كتير يا جماعه هتلاقوه موجود على التليجرام، لينك التليجرام هسيبه في اول تعليق، والعنوان هتلاقوه متصور وهينزل لكم حالا. والميزه في المكان انه بيشحن لكم كمان بالقطعه لاي مكان. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.
هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. احنا دلوقتي واقفين قدام مكتب الديزل في شارع الجيش، هنوصله ازاي؟ واقرب محطه مترو هكون يا محطه مترو العتبه يا باب الشعريه، اقرب محطه مترو من الاتجاه ده هكون محطه مترو باب الشعريه. بعمل لكم زوم عند العماره البيضاء دي، موجود عندها محطه مترو باب الشعريه، تنزلوا منها وتخرجوا على طول في شارع الجيش، وهتفضلوا ماشيين ومكملين كده لحد ما هتوصلوا عند مكتب الديزل اللي انا هعمل لكم عليه زوم زي ما انتم شايفين، جنب صيدليه طارق. كمان صيدليه طارق معروفه جدا، ده مكتب الديزل اللي انا عملت منه الجولة النهاردة، ده لو انتوا جايين من محطة مترو باب الشعرية، وكمان لو جايين من محطة مترو العتبة او موجودين في شارع الجيش اللي بعملكم عليه زوم ده كوبري الازهر. لو نزلتوا بقى محطة مترو العتبة وسألتوا على على اول شارع الجيش، هتلاقوا على اول شارع الجيش كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. هتفضلوا ماشيين ومكملين بعد كوبري الازهر ده في الشارع بتاع الجيش لحد ما هتوصلوا عند صيدليه طارق، هتسالوا عليها. وفي ظهرنا كمان سنتر النهار، بصوا انا بديكم علامات مميزه في ظهري على طول سنتر النهار. احنا دلوقتي في قلب شارع الجيش في القاهره في العتبه يا جماعه، عشان بس الناس ما تختلطش على الامر. هندي ظهرنا على طول لكده لسنتر النهار، هنلاقي على طول في صيدليه دكتور طارق مشهوره جدا في شارع الجيش. لو انتوا في شارع الجيش وسالتوا برضه على صيدليه دكتور طارق هتعرفوا، في محل اسمه ياسمينه كمان، وكمان في سنتر محمد عبد الحي هو بعده على طول. انا بديكم علامات مميزه، هتعدوا سنتر محمد عبد الحي وهتعدوا كمان صيدليه دكتور طارق وهتلاقوا مكتب الديزل بعدها على طول زي ما انتم شايفين. انا بحاول اديكم علامات مميزه تخليكم ما تسالوش خالص، هو في الشارع العمومي بتاع شارع الجيش. هندخل ونكمل زي ما انتم شايفين كده، مكتب الديزل له مكانين في قلب المكان ما شاء الله. هنشوف مع بعض دلوقتي ملغم عبايات، عنده شتوي وصيفي، عنده عبايات سمراء، عنده دريسات خروج، السويد الشموه الاصلي، الحاجات الخامات المستورده العاليه موجوده هناك وعامل عليها عرض حلو جدا جدا، متصور معانا في فيديو تاني برضو. هندخل مع بعض العماره زي ما انتم شايفين كده، وهنطلع مع بعض الدور الاول علوي. بصوا زي ما انتم شايفين كده المكان هتلاقوه ملغم عبايات، كل المقاسات هتلاقوها موجوده هناك ان شاء الله. بصوا كده ده يعتبر اول دور علوي معانا اللي كان عامل لنا فيه عرض، اللي انتم شايفينه ده كله عليه تخفيضات اقل من نص ثمنه كمان، سواء سويد او عبايات سمراء. وهنطلع معاكم برضو للدور الثالث، موجود فيه عبايات لوكس بتمن الشعبي، اللوكس هناك بتمن الشعبي عامل اسعار تحفه التحفه النهارده، حاجات ب 200 وب 230، حاجات اسعارها كانت اعلى من كده بكتير، واخدينها عرض لكل حبايبنا. يا ريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك جميل كده، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.